وزارة الخارجية تنصح المواطنين العمانيين بما في ذلك الطلبة الدارسين في الكليات والجامعات في اليمن بمغادرة الجمهورية اليمنية وتجنب السفر إليها في الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم. بورصة دبي للطاقة تفيد بأن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ 4 دولارات أمريكية و8 سنتات عن سعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 52 دولارا أمريكيا و87 سنتا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغاريني تقول إن التحرك العسكري في اليمن ليس حلا للأزمة، وحثت القوى الإقليمية على التصرف بمسؤولية. الحكومة التشيلية تعلن حالة الطوارئ في صحراء أتاكاما بعد أن غمرت مياه الفيضانات الغزيرة المنطقة، ما أدت إلى قطع الطرق وتعطيل شبكات الكهرباء. الدولي الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد وصيف متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم قرر مقاومة كل العروض الضخمة والبقاء مع فريقه على الرغم من الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها.